السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. في الاونه الاخيره زاد الجدال حوالين الحليب البقري. هل الحليب البقري مفيد لصحتنا؟ وهل مهم جدا يكون في النظام الغذائي بتاعنا؟ وهل فوائده اكثر من سلبياته؟ ده انا هنتعرف عليه ببساطه واختصار في هذا الفيديو. اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. من خلال تخصصي في التغذيه العلاجيه، الحليب البقري الموجود في الوقت الحالي مش زي الحليب البقري اللي كان موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من 1400 سنه، نظرا لان الابقار في الوقت الحالي متعرضه لاغذيه تحتوي على نسبه عاليه من الهرمونات زي الصويا وبدائلها على سبيل المثال، بالاضافه الى ان هم بيدوا الابقار حقن هرمون النمو. تم اعطاء الابقار مضادات حيويه لحمايتها من العدوى نظرا لتكدسها في اماكن ضيقه اثناء تربيتها. وده السبب والفرق بين اللبن والحليب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واللبن والحليب في الوقت الحالي. طيب، هل الحليب ممكن يسبب السرطان؟ كل الدراسات اللي انا هذكرها دلوقتي حالا كلها مذكوره في المعهد الوطني للسرطان في امريكا. دراسات اثبتت ان نظرا لاحتواء الحليب اللبن على نسبه عاليه من هرمون الاستروجين، هو هرمون الانوثه، وهرمون البروجسترون، وده نظرا للتغذيه الخاصه بها المهرمنه اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الهرمونات، ده بيخلي السيدات اكثر عرضه لسرطان الثدي، سرطان المبيض، سرطان الرحم، وبيخلي الرجال اكثر عرضه لسرطان البروستاتا. وتم عمل دراسات كتيرة أكدت الكلام ده، منهم دراسة عملوا فيها مقارنة بين السيدات التي أصيبت بسرطان الثدي والنظام الغذائي اللي هم ماشيين عليه والسيدات التي لم تصاب بسرطان الثدي. وجد السيدات التي أصيبت بسرطان الثدي النظام الغذائي بتاعها بيحتوي على نسبة عالية جدا من حليب الأبقار ومنتجاته، وده السبب الأساسي في حدوث سرطان الثدي بالنسبة لها. وعملوا دراسات أكثر دقة، عملوا دراسات بالنسبة للسيدات، قارنوا السيدات التي يتناولن 3 كوب من اللبن يوميا بالسيدات التي يتناولن 1 كوب من الحليب أو اللبن يوميا. وجدوا السيدات التي تناولن 3 كوب من الحليب أو اللبن يوميا أكثر عرضة للسرطان بنسبة 30%، بالمقارنة بالسيدات التي تناولن 1 كوب من الحليب يوميا، ده أدى إلى زيادة نسبة حدوث السرطان بالنسبة لهم بنسبة 50%. بالنسبة للرجال بقى، تم عمل أكتر من 32 دراسة كلها أكدت أن إفراط في تناول الحليب البقري يؤدي إلى حدوث سرطان البروستاتا. وتم عمل دراسة تانية أخرى قارنوا بين الرجال الذين يتناولوا 3 أكواب من الحليب البقري يوميا أو أكتر، بالمقارنة بالرجال الذين يتناولون 1 كوب من الحليب البقري يوميا. وجدوا ان الرجال الذين يتناولون الحليب البقري يوميا بمعدل 3 كوبايات او اكثر اكثر عرضه للاصابه بالبروستاتا، واكثر عرضه لحدوث مضاعفات البروستاتا، واكثر عرضه للوفاه بسبب البروستاتا بنسبه كبيره جدا. ده يبين ان في علاقه طرديه بين الاصابه بالسرطان في الرجال والسيدات واستهلاكهم للبن او تناولهم للحليب. طب هل الحليب ممكن يأثر على هرمونات الرجال؟ ممكن يأثر على هرمونات السيدات؟ ممكن يأثر على هرمونات الأطفال البنات والولاد في سن المراهقة؟ نعم، دراسات عديدة أثبتت أن الإفراط في تناول الحليب البقري يؤدي إلى تقليل نسبة هرمون الذكورة. طب ليه؟ إن كما ذكرت في البداية، الحليب البقري بيؤدي إلى زيادة نسبة هرمون الأستروجين، هرمون الأنوثة، وفي نفس الوقت هو هرمون البروجسترون. فلما بيزيد الهرمون البروجسترون والانوثه عند الرجال بيقل انتاج هرمون الذكوره، وفي نفس الوقت بيزيد هرمون الانوثه عندهم. طيب الحاجه الثانيه اللي لاحظتها في شغلي انا كتخصصي غدد صماء اطفال، لاحظت البنات في الاونه الاخيره اكثر عرضه للبلوغ المبكر اكثر من قبل كده. ده نتيجه ايضا الحليب البقري بيحتوي على نسبه عاليه كما ذكرت من الاستروجين او هرمون الانوثه بالمقارنه من قبل كده. وايضا في الاونه الاخيره كمان زاد نسبة حدوث التثدي، ظهور ثدي عند الرجال وعند الشباب في سن المراهقة وعند الأولاد في سن 20 والشباب في سن 20، بسبب زيادة نسبة هرمون الاستروجين في الحليب البقري التي تبعيا لها قللت هرمون الأجورة وزودت هرمون الأنوثة. وده اللي لاحظته في شغلي، كل الحالات اللي عندها تثدي بلاقي إن هي هرمون الأنوثة نسبته أعلى من هرمون الذكورة. المفروض الطبيعي في الرجال نسبة هرمون الذكورة يبقى أعلى من هرمون الأنوثة، هما في الحالة دي بسبب إفراط في تناول الحليب البقري وأغذية تانية كتير مهرمنة مش الحليب البقري. أنا ذكرته في فيديوهات سابقة، الفراخ البيضة وحاجات تانية كتير. طبعا حد ما بيسمعني الوقت هيقول لي إيه
يا دكتورة أنا أجدادنا وأجداد أجدادنا ماشيين على اللبن طول عمرهم، وكانوا طول عمرهم بيخلفوا بالعشر عيال، وأنا أبويا خلف قد إيه وجدي خلف قد إيه. أنا معاك، إهدى بقى واسمعني. الأبقار على وقت أجدادنا وأجدادك كانت أقل عودة للهرمونات من الوقت الحالي، فبالتالي كانت نسبة الخصوبة أعلى. حتى تلاحظوا في الآونة الأخيرة نسبة خصوبة الرجال قلت بسبب الحليب البقري وأطعمة تانية أخرى كتير أنا ذكرتها في فيديو سابق، بإضافة إن الشباب في الفترة الأخيرة متعرض لضغوط عصبية جامدة جدا عشان يحقق الناحية المادية اللي هو عايزها، وضغوط نفسية وعصبية، متعرضين لضغوط كتيرة قوي. الضغوط دي خلت الشباب عندهم أكثر عرضة لتقليل نسبة هرمون الذكورة مع وجبات سريعة بقى وأغذية تانية كتير بتقلل هرمون الذكورة كما ذكرت في فيديو آخر مع الحليب البقري. فلازم نعرف إن الحليب على وقت أجدادنا كان مختلف، والحليب على وقت آبائنا كان مختلف، والحليب على وقت أولادنا مختلف. عشان كده الظاهرة دي بدأت تظهر، تسدي عند الولاد والرجال أيضا، قلة نسبة الخصوبة عند الرجال وقلة نسبة هرمون الذكورة. طبعا ده وإنت أو أنت تشربوا الحليب البقري معدل مثلا ربع كوباية يوميا، لكن ماشيين على نظام غذائي صحي، تاكلوا سلطات، مركزين على الأسماك الدهنية المفيدة، مركزين على اللحوم الحمراء، مركزين على الحاجات المفيدة، وفي نفس الوقت تتجنبوا الأغذية اللي هي بتؤدي إلى نقص هرمون الذكورة وتؤدي إلى مشاكل صحية كتير، عمره يحصل لكم سرطان. لكن اللي بيحضر في الأونة الأخيرة مش بس الحليب البقري هو اللي بيسبب السرطان، في الأونة الأخيرة الحليب البقري جزء من الأسباب. الأونة الأخيرة زادت الوجبات السريعة، زادت الأغذية المحفوظة والأغذية المعلبة واللحوم المصنعة والأكياس في التناول في الوجبات بتاعت ولادنا والجيل ده كله، فبالتالي نسبة الخصوبة عندهم قلت ونسبة هرمون الذكورة قلت بالمقارنة والأجيال اللي قبلنا، فده طبيعي جدا. سؤال بيفرض نفسه دلوقتي، طب احنا عرفنا ان هو بيقلل هرمون الذكوره وعرفنا ان هو بيسبب سرطان، طب هل له اضرار تانية؟ اه له اضرار تانية. اكتر نسبه حدوث حبوب شباب السبب الاساسي ليها هو الحليب البقري. وانا لما بتجي بنت عندها حبوب شباب بقول لها وقفي الحليب البقري، فبوقف حاجات كتير قوي منها الحليب، وبديها كريم معين عشان نخلص من حبوب الشباب. الكريم ده لو هي خدته وحطته على وجهها ولم يتم ايقاف الحليب والأغذية الأخرى زي الأكياس والحاجات اللي أنا ذكرتها دلوقتي حالا، البنت دي بيفضل حبوشة تختفي وتطلع، تختفي وتطلع، تختفي وتطلع، وإحنا مش عايزين كده. إن في مصادر تانية كتير للكالسيوم، في السمسم، وفي كمان الخضروات الورقية الخضراء، وفي اللوز، في حاجات تانية كتير قوي إن شاء الله هتناولها في فيديو آخر. في أغذية تانية كتير غنية بالكالسيوم غير الحليب البقري، في أنواع حليب تانية مفيدة إن شاء الله. مهم ايضا من الحاجات هنا كلنا ان في بعض الناس عندها حس لسكر اللاكتوز الموجود في اللبن نتيجه نقص اللاكتيز انزيم، وده بيقل في جسمنا مع السن. وكلنا ممكن الحليب واحنا بنشربه واحنا صغيرين ما كانش بيحصل لنا مشكله، بنبص ليه بعد ما نكبر شويه نحس ان احنا بيبدا يعمل لنا انتفاخ وغازات ومشكله. فايضا في بعض الناس عندها حساسيه من اللاكتوز، وهذا لا يمنع ان في دلوقتي في الصيدليات كبسولات بتحتوي على اللاكتيز اللي بيساعد على هضم سكر اللاكتوز في الحليب. فمشكلة الحليب أكتر من كده، السرطان والتغير الهرموني وتأثيره على الرجال وعلى النساء. إيه البديل؟ الحليب الجاموسي أقل ضررا من الحليب البقري. ليه؟ لأن نوع الكازين اللي فيه ما بيسببش التهابات في الجسم ويؤدي إلى زيادة استعدادنا للسرطان، بالإضافة إلى أن الحيوانات نفسها متربية في مراعي، ده بيساعد فعلا على حصول على لبن حلو عضوي ما فيهوش مشاكل الهرمونات الموجودة في الحليب البقري. فدي حاجة حلوة قوي. بس مشكلة الحليب الجاموسي السايب، وطبعا في أزايز جاهزة بالنسبة للحليب الجاموسي بس غالية جدا، بس لو احنا نشتري الحليب السايب من عند اللبان الجاموسي يجب أن يغلى بطريقة صحيحة، لأنه ممكن يسبب نزلات معوية نظرا لاحتواءه على السالمونيلا وميكروبات تانية كتير ممكن تضر وتعمل نزلات معوية. مهم جدا الحليب الجاموسي يغلى بطريقة صح، يوضع في إناء وتوضع فيه كريستالة، الكريستالة دي تمنع إن هو يفور لما يوصل درجة الغليان. في الحالة دي لما يوصل درجة الغليان نوطي النار عليه شوية ونسيب اللبن ده على النار والكريستالة موجودة فيه 10 دقايق، وكده ضمننا تعقيم اللبن ده وضمننا ان هو مش هيضرنا ولا يضر ولادنا. طب نقطة تانية مهمة هقف عندها، هل يفضل ان احنا نتناول الحليب ولا نتناول اللبن في صورة مخمرة؟ يفضل ان احنا نتناول الحليب في صورة مخمرة، بمعنى لما الحليب بيتحول من صورة الحليب للصورة المخمرة
سكر اللاكتوز اللي فيه بيتحول لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد ده حمض مفيد جدا، وبيبقى فيه بكتيريا نافعه مفيده قوي لينا موجوده في الزبادي والرايب والكتير، فبتساعد فعلا على تحسين وظيفه الجهاز الهضمي وتحسين وظيفه حاجه اسمها الميكروبيوم، الخلايا المفيده في الجهاز الهضمي بترفع مناعتنا بصوره كويسه. ده مفيد قوي بالنسبه لنا. تاني لبن حلو قوي انصحكم بيه وهو اللبن الابل، وده اقرب حاجه من الالبان لينا كمان، ولبن الغنم ولبن الماعز ولبن اللوز ولبن جوز الهند ولبن الارز ولبن الشوفان ولبن كاجو. دي من انواع البان تانيه اخرى كتير بدائل تانيه بالنسبه للبن. الخلاصه ايه؟ مهم جدا نعرف ان الحليب البقري فيه فيتامينات وفيه املاح معدنيه ومفيد لنا كلنا، بس للاسف الحليب البقر في الاونه الاخيره نظرا لتغذيه الحيوانات باغذيه مهرمنه بقت نسبه الهرمونات اللي فيه عاليه، نسبه الاستروجين والبروجسترون عاليه فيه، فبيخلينا اكثر عرضه للسرطان، بيخلينا اكثر عرضه للخلل الهرموني للرجال والسيدات والاطفال والاولاد عموما. مع تمنياتي بالصحه والعافيه للجميع، والسلام عليكم.